طبعا يا جماعة دي توكا بوكا، طبعا انا وقناة اسمها ودي دودي يعني مش حد بعض بس بنلعب، يعني بنلعب هنعمل تصميم، هتقولوا مين تصميمه احلى في توكا بوكا، يعني زي يا جماعة عشان انا اصمم وهي هتصمم، وانتوا تقولوا دودي هي الاحلى ولا رودي الاحلى. طبعا احنا مش هنزعل خالص من بعض عادي، كوية برضو يا جماعة تحط القناة بتاعت الصندوق الوصف عندها، وانا برضو نفس الكلام، ويلا يا جماعة بقى وصلوا رودي ل 400 مشترك علشان نفسها توصل ل 400 مشترك. فيلا يا جماعة نشوف هنعمل ايه. طبعا يا جماعة ده تصميم لعب يعني مش زعل ولا حاجة، يعني قولوا بس بصدق تصميم الاحلى. طبعا هحط البيت ده لان برضو باللون الاحمر فيه كده احمر، هنبنيه يعني كده مع بعض، وهندخل في يا جماعة كده. طبعا يا جماعة دي شكل الأوض، هما أربع أوض شايفين. يلا بقى يا جماعة جينا نصمم.
الله، انا خليت شكل المكان حلو قوي مش مصدقه، بس في مشكله جدا ان انا ما عملتش شعري ولا غيرت لبسي. طب ثانيه بقى هكلم صاحبتي ساندي. الو الو الو، نعم، انت فينك يا ساندي؟ انا في البيت. طب تعالي يلا يا ساندي علشان تعيشي معايا في كامل باللون الاحمر. طيب، جايه. انا فرحانه جدا جدا مش مصدقه. ازيك يا دوتي، عامله ايه؟ كويسه قوي يا ساندي. شايفين يا شايفه يا ساندي؟ ايوه شايفه. انت غيرت ديكور البيت كده ليه؟ ده كان شكله ده بقى شكله حلو قوي. ايوه فعلا، تعالي بقى اعرفك. طبعا دي الاوضه، صاله يا ساندي. واو شكلها حلو قوي. ده الحمام، وطبعا ده المطبخ. لا بجد انت شاطره جدا وحلوه قوي الديكور ده. لازم نغير شعرنا ولازم نروح نشتري حاجات ولازم نروح نشتري هدوم والحاجات دي. ايوه تصدقي. طب يلا بينا نروح. اول حاجه يا سندي هنروح نغير شعرنا. اوكي يا دودي، يلا بينا. يلا بينا، خشي يا دودي. طيب يا سندي يلا. لو سمحت. نعم. في احنا عايزين نغير لون شعرنا وكمان تسعير شعرنا. طيب براحتكم. كده الحساب 200 جنيه. طيب افتحي الشنطه واديله يا سندي 200 جنيه. طيب اتفضل، الفلوس اهيت. الله، المكان هنا حلو قوي. يلا بينا ندخل يا توتي. يلا بينا ندخل. سمحت، لو سمحت احنا عايزين نغير تسريحة شعرنا وكمان نغير لون شعرنا. طيب خدوا بس البسوا ده عشان هدومكم ما تتوسخش. طيب اوكي. طيب يلا يا دودي نروح نغير الاول تسريحة شعرنا. طيب اوكي، انا ممكن ما اغيرش، ممكن بس انتي يا ساندي اللي تغيري. الله تسلم، شكلها حلو، انا هجربها. استنيك. واو بجد يا ساندي التسريحة عليكي تحفة تحفة. يلا بينا بقى نروح نغير لون شعرنا. طيب يلا، احنا عايزين نغير لون شعرنا لون احمر. ايوه عايزين لون احمر. يلا بينا بقى لون الاحمر، اجيب لهم لون احمر. واو بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلاص ولا حاجة. واو بجد يا ساندي ما شاء الله بجد، شكرا. ايوه فعلا، شكرا جدا جدا. في يا جماعه ولا حاجه، ما ده شغلي. يلا بقى اتفضل النريول اهو. واو، في بنت، في يا ساندي كل الحاجات هنا، الهدوم والكبات والحاجات دي كلها باللون احمر. ايوه واو. في يا جماعه انتوا بتصوتوا ليه؟ ولا حاجه. يلا نروح نشتري هدوم يا ساندي. نعم يا دودي. خدي الفستان ده وروحي جربيه في الأوضة على طول. تعالي بس استنيني هنا. اوكي مستنياكي. مستعدة يا دودي. مستعدة يا ساندي. واو بجد شكله حلو قوي. طيب تعالي بقى نختارك انتي حاجة. اختارك بقى يا دودي. على فكرة يا دودي، نعم يا ساندي، الفستان ده شكله حلو قوي، تعالي نلبس زي بعض. مستعدة يا ساندي. مستعدة يا دودي. واو الشكل حلو قوي بجد، حلو جدا. على فكره ساندي انا اختار لك حلو قوي هيليق على وشك. بصي يا دودي، الطاقه دي حلوه قوي هتعجبك. واو بجد حلو قوي، شكلك حلو قوي ساندي. ممكن بقى تختاري الواحده. اوكي من عيوني. واو شكلها حلو قوي عليا. يلا بينا بقى يا دودي نروح بقى السوبر ماركت عشان احنا جعانين جدا. نختار اول حاجه، هناخد ديت. ايوه بس دي بتقعد تتمسك في الايد. جبنا دي، وجبنا برضو مكرونة سباكتي، نجيب عصير فراولة. تعالي بقى نشوف حاجة تانية كده. طيب نجيب تاني البتاع ده، وكمان نجيب المشروب ده. تعالي نجيب فراخ ولحمة. نجيب بقى ايه، فراولة. يلا بينا نروح نهازل. يلا بينا بقى يا يلا بينا بقى يا دودي على البيت بس عشان انا جعانه. ما صدقنا وصلنا يا دودي البيت. يلا بقى يلا نجهز اكل ونرسل حاجه في الثلاجه. ما صدقنا رسينا الثلاجه. ايوه يلا بينا بقى نجهز الاكل بسرعه. وطبعا يا جماعه كده خلصنا الاكل وهناكل. وطبعا قبل برضو ما ننهي الفيديو، في قناه اسمها رودي دودي في صندوق الوصف، ما تنسوش تنزلوا عندها، هي عامله برضو تصميم فيديو. يعني يا جماعه صراحه تقولوا تدوني كام من 10 وتدوا لرودي كام من 10، وتصميم مين احلى، تصميمي ولا تصميمها؟ ومش هنزعل خالص لاننا احنا بنلعب مع بعض. وباي يا جماعه.